السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اختي خواتاتي كديري لبس عليكم بخير هانيين كراكم مزيانين نتمنى انكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو تشاهدو كنت الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد الفيديو ديال اليوم جيت بغيت نشارك معكم الراس ديال الغلمي او ديال الخروف مبخار بواحد الطريقه اللي سهله سهله بسيطه كيجي رائع وكيجي طايب وبنين في نفس الوقت كما قلت لكم انا عندي هنا الراس ديال الغلمي يمكن لكم تستعملوا الراس ديال البكري على حسب نتوما اللي متوفر المهم اللي متوفر عندكم ديروا له نفس الطريقه كما كتشوفوا معايا اخواتي كسبقلي ذكرت معكم عندي الراس ديال الغلمي منقي بالنسبه للراس انا عندي مشوط اخواتي بالنسبه للراس انا عندي مشوط يعني شوطتو وغسلتو مزيان ها هذه الجهه ديال اللسان وهذه العين ها الرجلين بطبيعة الحال مهم الراس كامل مكمول كما قلت لكم شوطته نقيته مزيان غسلته وخليته يقطر مهمة هذه الجهه هذه هي اللي كتكون اللور صافي غادي ندوزو دابا ان شاء الله للطريقه ديالو باش غادي نبخروه فبسم الله على بركه الله ندوزو مباشره للطريقه والمقادير آه غادي نحتاج اول حاجه خديت هنا داك الاناء او ذاك البسينا غادي نوضع فيه تقريبا مع جوج معالق صغار او معلقه كبيره ديال سكينجبير كذلك معلقه ديال الخرقوم غادي نزيد لها تقريبا مع نص معلقه ديال الابزار كذلك غادي نزيد تقريبا مع معلقه ديال الكمون الملح بالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق آه بالنسبه يعني الراس فاش كتكون شي حاجه غادي غادي فاش تكونوا غادي تبخروا يعني شي حاجه من الافضل انك ديروا الملح بالزايد كيف كنعرفوا جميع الحويجات اللي كنبخروا داك الملح كيطيح منه ما كيبقاش يعني مالح صافي واحد رشيشه ديال الملون غذائي اللي كيبقى اختياري وغادي ندير بصله اللي دايره فد. الحكاكه هذه او فهاد المهم طحناها مزيان حتى تحصلت عليها بحل اللي الله يعني رقيقه من بعد غادي نوضع تقريبا مع معلقه كبيره ديال القزبر ومعندلوس اللي سبق اللي كان عندي في المجمد صراحه ما متوفرش عندي هكاك الا كان عندكم الافضل انكم تاخذوا ربيطه تغسلوها تقطعوها رقيقه ويعني دقدقوها او طحنوها مزيان مع واحد شويه ديال الملح صافي من بعد غادي ناخد الزيت بالنسبه للزيت استعملت انا زيت الزيتون نتوما يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون وزيت المائده على حسب نتوما واللي متوفر عندكم وعلى حسب اللي بغيتو وغادي ندير واحد الرشيشه ديال الماء قليله صافي من بعد غادي نخلط مزيان داك التوابل اللي وضعت المهم بيديا مزيان ها نتوما كما كتشوفوا هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو باش غادي نشرملو الراس ديالنا صافي من بعد غادي ناخد الراس وغادي نشرملو بطريقة اللي عادية بحال اللي كان فورو اللحم يعني بطريقة مبسطة فقط بغيت نشارك معكم هاد الفيديو خاصة صراحة يعني سبق لي وشاركتو معكم وبغيت نعود معاكم مرة أخرى نتمنى أنها تعجبكم يعني تطلعوا هذا الفيديو تبارطاجيوه ما تنساوش لي لايك صراحه لي لايك فاش كديروا لي لايك بزاف هو اللي كتخليو انه الفيديو يتنشر ويعني يتعرف كذلك على ناس جداد صافي غادي نشرم ارمل مزيان الراس ديالي ها ماذا داك الشرموله كنحاول انني ندخلها في جميع الاماكن اللي كاينه من بعد غادي ناخذ الكسكاس غادي نوضع فيه الراس ديالي ها نتوما كما كتشوفوا وداك الشرميله او الشرموله اللي بقات لي غادي نزيدها بحال هكا من الفوق ها نتوما غير البصيله وداك التوابل غادي نزيدها من الفوق غادي ناخذ هنا واحد ميكا او بلاستيكه مهم اللي كان عندكم غادي نغطي بها الراس وعاد من بعد عفوا غادي ندير داك اه يعني الغطاية ديال الكس# ديال الكسكاس كيما شتو معايا هاد الميكة هادي كتخليه يعني كيطيب كي واحد السرعة داك البخار يعني مكيخرجش كيبقى كي تما أو كيطيب في الساع صافي من بعد ما غطيته مزيان غادي ناخد داك الغطاية صافي في المرحلة كنكون وضعت البرمة ديالي كنكون وضعت فيها النار أو صافي هنا مباشره غادي نوضع الكسكاس غادي نخليه حتى كيطيب كي من بعد ما كيطيب ها نتوما كما كتشوفوا غادي ناخذ هنا ناخذ واحد الفرشيط وغادي نحيد داك الميكا باش غطيت في الاول ها نتوما كما كتشوفوا المهم نتوما كيف الراس ديالي كيجي كيجي طايب صراحه كنخليوها كيطيب على حق وطريقه كيجي طايب كيجي رائع نتوما يعني العضومة كيتعزلوا على داك اللحم راه طايب كما كتشوفوا معي في الصوره صافي هنا مباشره غادي ناخذ واحد الصحن ديال التقديم وهو سخون وغادي نقدموه غادي نطفي عليه النار كما قلت لكم غادي ناخذ هنا واحد التبصيل او صحن ديال التقديم غادي ناخذ داك الراس صافي وغادي نديروه وغادي نقدموه بالصحه والراحه المهم نتمنى انه انه يعجبكم ما انتما كما كتشوفوا كيسبق لي ذكرت عليه معكم راه كيجي كي طايب يعني بالنسبه لك كيف كنسميو يعني داك البلاصه فين كيكونوا داك السنينات والطريصات كتجي معزوله على اللحم يعني الا بغينا نحيدوها راه كتحيد بكل سهوله كيبقى فقط الحيمه بوحده صافي انتما اخواتي مهم نتمنى انها تعجبكم طريقه لي سهله بسيطه المهم فقط كنبغي نشارك معكم فيديوهات بحال هكا بالنسبه للمبتدئات لعمرهم حضروا اللحم بخار نتمنى انها يعجبكم هذا الفيديو ويعني تجربوه وتردوا عليا كي جاكم هذا الفيديو المهم نتمنى الفيديو يكون خفيف طريف على قلوبكم كذلك تبارطاجوه مع خوتكم صحابكم ما تبخلوش ليا باللايك ديالكم سعركم زوينه اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها واللي كيدير القناة اول مره فكنقول لكم مرحبا بكم في القناه ما عليكم تشتركوا فيها وتشغلو الجرس باش تبقاو توصلوا كل جديد كنلوحو هانتوما ما كما كتشوفوا بعد وضعت الراس في صحن ديال التقديم هانتوما كما كتشوفوا كيجي كيجي رائع كما قلت لكم طايب وبنين بزاف اه التوابل اللي وضعنا له المهم نتمنى الشرح يكون واضح كذلك الفيديو يكون واضح دابا غنقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد وصفه جديده كالعاده ان شاء الله السلام عليكم